ايه هلا نزلنا الفيديوهات والصورة الخوارزمي هون. في طريقة تانية حتى ننزل الفيديوهات على البرنامج، نختار فيديوهين نكبس عليهم كبسة بننزل عند أيقونة البرنامج بنحطهم هون. تمام. هلا هلا رح نختار هذا الفيديو او حي الله فيديو انتم بدكم اياه بننزله نكبس عليه كبسه اول شيء بننزله عند كبسه الكومبوزيشن هاي بيقوم بيعمل كومبوزيشن لحاله بيعمل كومبوزيشن بنفس مده الفيديو ونفس القياس نحن ما متعذب بعمل كومبوزيشن عمل على القياس نفسه هلا الأداة الرئيسية اللي رح نشتغل عليها هي من layer new null object ايه هلا رح نشتغل عليها layer new null object هذا النول رح نربط الحركة فيه تمام ما بيأثر ما حطيته بس أنا هيك حطيته من النص هلا القائمة التأثير اللي رح نشتغل عليها هي التراك إذا مو موجودة بنروح على قائمة ويندو من فوق ومنكبس مندور على التراك وين ليك تراكر تحت التولز موجودة ليك هون نكبس عليها طلع عنا القائمة فوق التولز إيه خلاص تمام أنا عندي موجودة مثل ما قلنا هي القائمة التراكر هاي القائمة تراكر لحتى نعمل تتبع للنقطة اللي موجودة على وجهه نكبس كبستين على الفيديو ايه بيفتح الفيديو تمام صارت عندكم؟ لا هلا احنا بدنا نختار الطبقة اللي رح نطبق عليها التأثير نكبس تراك موشن هلا مثل ما قلنا كبسنا كبستين على الفيديو كبسنا على القائمة تراكر وهلا بنكبس على تراك موشن كبسنا على كلمة تراك موشن هلا بدنا نختار سهيل بدنا نختار الهدف اللي هو النول اوبجيكت هذا من هاي ايد التارجت كبسنا عليها موجود ما في غيره لان نول نكبس اوكي اذا ما كنا اختارينه بنكبس عليه نختاره هذا هو النول اوبجكت كبسنا اوكي هلا رح نختار هون بما انه نحن ما في عندنا بس تحريك رح نختار بس بوزيشن هاي بنحط عليها صح اذا كان الجسم عم بيكبر او يصغر او عم يدور بنختار روتيشن وسكيل هلا خلينا بس على البوزيشن يعني هلا اسهل شيء هاي هلا من ايد التارجت نختار النول هلا بدنا ايه تمام عملنا بوزيشن هلا هاي التراك بوينت راح نزوم مشان نحركها محل مو موجودة عندكم ممكن تكون موجودة هون وين ما كانت هلا من هون من هي المركز الرئيسي تبعيتها نكبس لا عفوا من هون راح نكبس من حركه بنحطها على الشامه هلا هي هذا الحجم اي راح نكبرها هلا نحن هلا بدنا نكبرها من هون من الطرف بنكبرها هيك بحيث انه ما تكون اكبر من الشامه بكثير ولا تكون اصغر منها قد ها هلا هيك لحتى يصير هيك رح نبلش تتبع
نحن اذا بدنا نتبع بس هاي الكبسة تمام نكبس عليها لاحظين كيف عم تتبع هي وفرت علينا الفريمات رح توفر علينا كثير جهد هلا نشوف يعني هلا هو لوين تبع اول شيء لا خلينا نرجع لورا طيب طيب هلا انتم حركتوا طب هلا هون هي كل يعني كل وحده بوزيشن فريم نحركها لهون على النص ايه على اليسار شوي كمان طيب هلا بنكبس ل طيب طيب بس ثواني شوي خلينا نشوف هلا ما اشتغل ولا ثانيه فيني نساويها طيب بدنا نجرب يمكن لانه لازم نكبر اكثر شوي هالفيديو تاني معناته عندي عندك تمام بس طيب رح نكبر هي اكثر شوي مشان مهما راح سهيل ودف دار بدنا نتبع ونشوف لا بس في الفيديو التاني عنده ما اشتغل كان هلا هيك انه افضل صح؟ ايه لانه يعني هلا عم بحرك هذا التصوير 30 فريم عم تغبش شوي هلا هيك لما عم بتحرك هو سهيل بسرعه ايه طب خلينا احنا نشتغل لعند هون لعند هون منيح هلا غالبا لما نصور هيك بدنا نصور 60 فريم يعني حركة سلسة اسمع عم صور طب هلا مجرد ما نتعلم على هاي يعني بعدين بنصير طب هلا عملي كنترول شيفت دي خلينا نشتغل بس على هي الشقفة صغيرة يعني ما انه ما في عليها مشاكل تمام عندكم انتو كمان لعند ثانية انا كمان عندي هيك طب خلينا نعمل كنترول شيفت دي نحسبها هلا بعد ما عملنا هيك نحن هلا رح نكبس ابلي نكبس اوكي ابلي اوكي تمام هلا بنلاقي لحاله بنلاقي هون لحاله انه الاوبجكت ما كان فيه ولا شيء بنكبس عليه السهم بنلاقي شلون صار فيه هدول الكي فريمات تبعوا التتبع ما لازم ندقهم هدول هلا بنشغل يلا تمام هلا رح نجيب صورة الخوارزمي هلا رح نجيب صورة الخوارزمي مننزلها جبنا صورة الخوارزمي ونزلناها نعملها بين طول محددة ايه صح هلا نبلش قص بصورة الخوارزمي عم تشوش ما رح أصلا كتير بشكل دقيق مشان الوقت هيك منيك ماشي حالي
بدك دقن؟ بدك تحية؟ هلا منكبر الحجم حسب ما يناسب. رح اعملها ترانسفورم وقلبها حسب ما انتو بتكون هون. تمام. هلا هون خلصنا نحن. بعد ما قصينا صورة الخوارزمي بدنا نربط مشان المرب. نربط صورة الخوارزمي بالنول. هون تحت كلمة بارنت في أداة شكلها لولبي. سوي لها تمام. بنكبس عليها فرد كبسة وبناخذها لعند النول ليصير في مستطيل. بنربط بيناتهم. نشيل ايدنا. ربط بيناتهم. هلا بنرجع لورا المسطرة ونشوف كيف. شوف الراس عم يتحرك مع حركة الشخص. تمام. كان هذا مستر بين. مستر بين. مستر بين. هلا هذا الفيديو تبعت حمود خضر مننزله لتحت. بيعمل كومبوزيشن. عمل كومبوزيشن لحاله. تمام. رح نختار الثواني نشتغلها. طيب هلا اول شيء نشتغل على هاي ولا هاي مع هذا ثواني نشوف. طب نشتغل على هاي. لا هي فيها خلص. خليني على هاي اللي عند تفاحة. ما بيأثر. هلا بنساويها فيذا. ايه لا يعرف اذا هيك بالضبط. يعني مجرد ما الواحد صار يحلل الحركات. تمام. هيك هلا رح نختار. لما تفاحه بعدين لعند انا قادر ما اتفاحه بس ما شو خليني اسوي. من 14 من ثانيه 14 للثانيه 19. لل 19. هلا شو بلش؟ يلا هلا هون هي تفاحة. هلا نبلش. طيب ايوه تمام. هلا في مواقع لتحميل صور البي ان جي اسمها فري بي ان جي وبي ان جي 3 بي ان جي. في كثير يعني مواقع فري بي ان جي او بي ان جي 3. يلا قص تفاحة. مش كنت عارف انه لازم
السكون. هلا لحتى نعم الحواف شوية بما انه نشوف كيف هيك اف في دار من حطة 5 أو 8 منيح. هلا ما لازم نحرك العصاية تمام. بدنا نجيب هدول المسطرة هاي الزرقاء هيك لعند هاي النقطة لعند هون ما حل ما قصينا من وين قصينا منجيب نعمل كنترول شيفت دي. خلينا نعمل كنترول شيفت دي بدون ما نحرك المسطرة تمام. بدنا نجيب كمان نروح فريم واحد لبعده بنعمل كنترول شيفت دي فريم واحد بعده بس فريم منكبر مشان نشوف اكثر منكبر من هون منكبر على الاخر منمشي فريم واحد بنعمل كنترول شيفت دي بس مشان ما نضيع تمام. هلا بنرجع على ورا شوي نرجع الفريم اللي ايه لا لازم نرجع بالفريم. هلا ليك هون رح ارجع عيدا من هون عملنا كنترول شيفت دي ومشينا لقدام فريم واحد كبرت هيك كبرت ومشيت بس فريم واحد كمان كبست كنترول شيفت دي. ليش؟ بس مشان اعرف وين بدي رندر. هدول الزرق كانوا موجودين من هون هدول الزرق بدي اجيبهم لهون يعني وكبر وجيبهم حددناها لهون هذا الفريم بس. هلا صار فينا نرندر لما نرندر راح يرندر بس هاي التفاحة من يعني شكل كامل مثل ما قصينا مو من هون هون خطأ من اول. هلا بيك بيس كنترول ام تمام. هلا بنكبس كنترول ام تخريج هلا بدنا نخرج تفاحة لا بدنا نخرج تفاحة مشان نستخدمها كصورة لأنه ما عنا إياها. هلا بنروح على البيست سيتينجز بيست سيتينجز بيست سيتينجز هون ليكا نكبس عليها ايه هلا هون بنكبس على البيست سيتينجز اوكي واللوس ليسز بنكبس عليها اللي تحتها كبسنا عليها بس بنكبس عليها هي اوكي لا البيست سيتينجز ايه اوكي اوكي بس هلا اللوس ليسز هي اللي تحتها كبسنا عليها وبنحول الاي في اي لبي ان جي سيكوينس لا بي ان جي هاي اللي تحتها بي ان جي سيكوينس اذا حولنا عفوا اذا رندرنا بصيغه ار جي بي راح تتخرج تفاحه وراها لون اسود. نحن بدنا تفاحه وراها خلفيه شفافه بنكبس هون على الار جي بي بنساويها ار جي بي زائد الفا ار جي بي هذيك سلاح. هلا بنسميها تفاحه اوكي يعني ايه من هون بنسمي من على اليمين بنكبس هون وبنسمي وبنختار مكان الحفظ من هون لا يسار هلا هون نختار بنختار المكان بدنا نخرج منه يعني مكان تخريج مكان تخريج من هون تمام
نعمل سيف عادي عادي نكبس كبسة ريندر نكبس ريندر هاي الكبسة لك هون ريندر الزرقة هلا بدنا نروح على سطح المكتب بنلاقي الصورة تمام هلا تشكل عندك مجلد اسمه تفاحة انا بالاصل لما خرجت كبست كنترول ام بكبس هون بس طلعوا شوي لما كبست بدي اختار المكان انتو سيف انفو سب فولدر بشله صح مشان ما تتخرج بمجلد انتو تخرجت عنكم مجلد ما لا سامان شوي لا مو هذا مثل ما قلنا اذا بدنا نشيل انه تنحفظ مجلد بنشيل الصح من هون هلا بنجيب التفاحه من على سطح المكتب تمام بنحطها هون لا هلا لانه ما عندنا اياها لا هلا هو صراحه لا ما هيك بس لانه ما عندنا نحن يعني فينا نجيب تفاحه من جوجل اي تمام طيب هلا خلينا هلا تفاحه نرجع لورا هلا نحن عندنا هون حاطين على هي القائمه نكبس هون رجع الكومبوزيشن تبعيت الشغل تمام انت رجعت على الكومبوزيشن ايه ما نزل تفاحه لتحت متاكد انه مش عم نحط التفاحه طيب تمام خلينا نشوف الفيديو الاساسي كمان كيف صار هلا الفيديو اللي تحت ممكن نحطين ماسك نكبس ام نكبس ام ونحذف الماسك حذفنا الماسك باك جراوند ميوزك نشوف هلا رح نقلد لا هلا خلينا هذا هو بنكبس ام بنحذف الماسكات لا مو ام على التفاحه على الفيديو اللي قصينا منه وبنرجع نطول الفيديو على كثير سوون عادي تفاحه هي التفاحه عندنا هي تفاحه لك تمام تمام هلا رح نحط مركز بس شوي رح نحط مركز توازن بنص التفاحه ما بيأثر لا ما ضروري انا مسبق يعني انتو هيك عندكم مثلا او انتو عندكم هيك نفس الشيء هلا خلينا مركز توازن بنص التفاحه اللي عم نشتغل عليها أوكي. تمام ايش حصل لي مركز توازن نص التفاحه عم نشتغل عليها ايه تمام هلا بناخذ اداه تدوير تمام ناخذ اداه تدوير هلا رح نقلد نفس الحركه بالضبط هذا الفيديو منزلتيه لتحت بس كبس على الفيديو لا سهم كبسه اليمين لا كبسه اليمين ترانسفورم ترانسفورم سنتر ان فيو تمام هلا هي التفاحه هون عملنا نفس الحركه تدوير حطينا اداه تدوير حطينا مركز توازن بالنص هلا دورناها هيك دورناها مثلها تمام دورناها لتفاحه اخذنا اداه تدوير دورناها دور التفاحه تمام هلا كبسة على الفيديو لازم تكبسي على الصورة فوق الصورة أول شيء تمام المهم هلا أنا هاي قلت نفس تدويرة عفوا بكبس R روتيشن R إيه بنعمل هلا بنكبس على الساعة وبكبس على البي بوزيشن لا البي الصغيرة اللي على اليمين فوق
بي البوزيشن. لا مو هذه الثانية. نك بس شو صار؟ نك بس على الساعة هلا كمان. ايه هلا هون مرجع شوي لورا مشان نطابق بين الحركتين او حسب المكان اللي انتم مشتغلين منه. خلي تفاحة فوق تفاحة نفس الحركة. هلا انا هون تفاحة طلعت لفوق رح الحق لفوق تمام حركة. هلا اللي بده يتعلم اول شيء الادوات ما رح يحس هيك صعب ابدا يعني، بس ادوات البوزيشن التدوير والتحريك دول هن رح. هلا نحن عم نطابق بين الحركات. رجعت لورا رجعناها لورا منقدم لقدام. كل ما تحركت عم حرك معها، تحركت هيك لتحت ودارت شوي بحط اداة تدوير بدورها شوي. هن بس يعني ار روتيشن والبي بوزيشن بيمشي فريم للتاني لقدام. هلا يعني هي عباره عن تحريك فريم فريم. فيني اشتغل انا بشكل تقريبي اذا ما بدي اضيع وقت. هلا انا اساسا زمان بدي احط تفاحه بنزل بي ان جي من عندي وبحرك على كذا. ايه تمام فيني احمل صوره تفاحه من على جوجل واعمل هيك مثلا لحتى تنزل لهون. بعمل عفوا لانه مبدئيا انا ما في عندي فكره. هلا انا بجيب مثلا بعمل مجرد ما انك تعمليها كذا مره لحالك بعمل لياوت لون بدي اياه وبنزل صوره بي ان جي من عندي وبحرك. طيب خلينا نشوف هلا اي اسهل بس انتو هلا مشان نشوف من هذا. هلا الفكره اللي بتسال عليها بس هي خلفيه من جايبينهم هن راس هدول صور هن راسمين على الانسيوريتر. نحن فينا نجيب صور ثانيه يعني نجيبهم من عند الانسان حتى الخلفيه لا يعني. ايه ما ضروري كمان انه نجيب كل شيء بنفس الطريقه. من هذا نجي هلا هون بنشوف الحركه من وين. رح نمشي فريم فريم. هون بلشت تنزل اسرع. هي بناخذها بموشن جرافيك انه مو فريم فريم على الجراف اديتور اللي خربطنا وفتحنا شوي. ايه هلا عم نزامن بس الحركه بيناتهم مثل ما بيحرك عم نحرك احنا. فينا نعمل يعني حركه على كيفنا من يسار ليمين من ادم تبعيهم. نشوف احنا رح نجيب لاير. طيب لاير نيو سوليد وهي نفس اللون نفس اللون نفس اللون. هلا شغل الصوت نفسه شغل الصوت. هذا ما جئنا ومن يعني هي بس بدوات كثير بدوات كثير يعني صعبش يعني بس عن جد. هلا انا بالنسبه لي لا بقيت مو لا لا هذا الفيديو بياخذ يعني ايام مو ساعات ايام. ايه بدل ما ننزل صور رح نشوف. هلا هلا رح نجيب كلمه من ادم من ادم خلقنا من حواء. هاي السكريبت فايل فايل سكريبت عربي تكست من ادم ادم ابلي دياها لحالها ومن رح حواء حواء هيك. هلا شو بدي اللون انا مثلا لا خلي الابيض. طيب من قائمه كاركتر نغير اللون رح اختار هدول اثنين وغير لهم لون اللي وراه خليه كلياته ابيض لون بصير اجمل. حواف سابيون صفر هيك تمام. هلا هي كلمة ادم ماشي وهي حواء. هلا بدي احركهم هدول يجوا من اليمين لليسار ولا كيف بدنا؟ حركهم؟ ايه طيب هلا رح نحركهم نفس حركة التفاحة. ينزلوا طيب
من وين؟ من هون رح نبلش. هاي منكبس بي بوزيشن تحريك، منكبس على الساعة، منزيح كي فريم هاي شوي لقدام انه مشان تنزل لحالها، رح نرفع لفوق نحنا ماشي، بس نكبس مسطرة اي بطيئة منسرعة، بس منسرعة من قلبهم اثنين ببعض. هلا اذا بدنا اياها ترج شوي انه كأنه درجت بالارض، شو رح نساوي؟ ايه تمام. لا فعلا بدها تخيل، بدها تخيل، هي قائمة على التخيل. هلا منشوف كلمة آدم. هلا منشوف كلمة آدم شلون؟ نوامين حواء. رح كمان بس تشوفوا هون شوي. هلا رح نبعد بيناتهم. نوامين حواء. حركة أسلس. كمان شوي رح نعمل شغلة، رح نخليها تدور. هدول شغلات كلها نحن أخذناهم، بس هلا نحن رح نشتغل، عم نشتغلهم بسرعة. هلا نحن نخليها مثلا تدور وبعدين تنزل. منكبس R روتيشن، منكبس على الساعة. كمان هي الكي فريم من قدمها شوي لقدام. وهون بنروح على اداه التدوير ليكا، بنحرك على التعيين هيك شوي، بنشوف كيف نوامين حو. لا هلا هيك تمام. نوامين حو. هلا فيني كمان اربع هي لهون وخليها ترجع تدور هيك. هذا دورنا كثير، ممكن نعكس كلمه بنزلها على السوشيال حسب 360 ترجع مثل ما كانت، مثل الرياضيات يعني. هي كمان رياضيات. اذا اعطيناها مثلا تدوير بترجع بالاخير على الوضع؟ ايه. ممكن تسبب على الوضع اللي دورت فيه؟ لا اذا 360 بترجع مثل ما كانت. حسب يا جماعه انا لا هلا هلا نحن عم نحكي مثل الرياضيات. يعني رياضيات الزوايا. هلا هون خلينا نشوف كيف. ابنا ومن حواء. خليها صفر، ها؟ بالآخر صفر. خلينا نشوف كيف، ها؟ ابنا ومن حواء. هلا شوف هيك تمام، شوفوها. ابنا ومن حواء.